السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. جيتوا لنا صراحة تشرت شبلاك ليه زعلان؟ فل شوف فل شد متى؟ شبلا وين شوف فل الحين؟ ايه يلا راح يلا. كيف عرفت ان فل انت؟ مخ زي اخر كلام؟ قال اكيد قال. وين صرت اليوم؟ وين جيت؟ شو تريك؟ شو اخبارك اليوم؟ بخير. كيف يعني؟ ما ادري بك انك بخير. شو سويت من الصبح لين الحين؟ يعني بس جالس ما اكلت شيء من الصبح؟ ما اكلت شيء؟ لا ولا شيء؟ صايم؟ لا عذاب. شو كلت؟ شو اللي كلته؟ ماي بس. بس ماي؟ ازقد بشكرك اسالها؟ لا ما يفهم. ما يحتاج اسالها؟ لا. يعني تكذب. زين تليفوني وين؟ تليفوناتي. وليش مخباك؟ تليفوناتي لو تليفوناتك هن؟ ليش عندك؟ شو مخلينا عندك تليفونات؟ صلاح بيت ها؟ تسوي منه؟ ايه بيض وخليع وبسطرمه. ايوه يا سلام. صلاح وين وديته؟ اعلم مشبه؟ ما ابو حار مكان ولا سكيته. يا صلاح اخ عليك القوم تروغك منو يربع وراك؟ يا ربي منك. صلاح يلا تعال. ايه مجنون شوف الليل. عيب تقول مجنون حق ريال. كذا ذا حوال الليل. شو انت وين؟ جبان. شو سويت هناك؟ يا ربي وين متشلبح؟ يا بنيك بنيك. ما اسمعك. لا بني دقيقة بنطالعك برد. يلا تشلبح فوق مقواك. ها صلاة بسير عنده فوق؟ لا صاحي سير. هيبك دري؟ ما بتموت حتى انت بتروح الموت. انا سير فوق؟ شو رسول؟ رسول هاي اللي تقول رسول؟ شو يعني؟ لا خبرني عن هالمعلومة أنا ما أعرفها. أنت الحين توك طال بلا شو بلا؟ تو قلت معلومة شي تو يب موت شوها؟ سود ما فهمت. انت ما فوه؟ هي تح طيب تح السود عند الرسول؟ لا 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 ما اعرف عليها الحين هاي الخنازية؟ لا كم بتخلي كم عزبة تخلي عليها؟ سبعة والهالم مشويس كل عقة خلاص كم بتخلي عليهم؟ لا خف ست خف السادس خل بس على خمسة خمسة هي هي حق تغني حبة بنتينا انت هي هي يجي شركة ولا غير شركة خلي يخرفون ويطرجوا يلا مكرم الحين ما تعرف كلام انت اليوم بتشتهي عرفت يوم ما تشتهي ما تعرف شو يقوله ها وين وين بسير بابا اروح المستشفى ليش؟ ودي سيارة في ورا مكيف اشتغل زين بس ورا توكل على الله اول صدي يجيب هذا الخسارة زين يلا توكل على الله باي 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 غسالة غسالة غسالتنا خربانة ثاني وثالث ساري صلحها دري ولك اسد بجيبها ليه الحين؟ دقيقة ما قلت الكلام ليش ما شاورت يقول لك رشيد حبيبي ودي هذا مخسره خرمان ولا مين سنه ولا ما يصير ابراهيم هريم ودي هناك يلا بالك انا عليه متاخر يقول لك لا تتكلم وايد ويربيعك تتاخر ما اعرف سلامه كم وقت يجي تسليم حبيبي ما يريد وقت يلا صلاح يلا قول يلا سير سير بس يقرقر باي 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 باي
اسميك متعني ومتصرف. صلاح بتشبب تراك عمرك وانا بلاك ما صبيت لي. نسيت الا يا الله اكبر. انت الملاك. ما شاء الله صلاح تعرف انت ها؟ شاطر. منو هذا صلاح؟ القصار. صلاح انت تحب القصار؟ دوم تتابعه؟ الكويت. هي ادري انه من الكويت ما شاء الله عليك. زين القصار صح؟ شاطر. انت تدري ان القصار دوم يطرش لك رسائل يقول انا احب صلاح تدريبه؟ يحبك يقول يوم بي ابو ظبي بيك. زين؟ زين صلاح؟ وني؟ ان شاء الله بنعزمه. شان بيستعزم بنعزمه. ايه بس شاي قهوه بسوي له؟ البارحه كان نقاش وكان حوار بخصوص البذور الفيفاي والبذور اللي تي من خاري. البذور اللي معدله جينيا هذه هي اللي ما حد ينصح فيها، يا غير البذور والبذور المعالجه عن الافات والامراض وقوه احتمال الحراره هي هذه الزينه. هذا اولا، ثانيا انا قايل ما بتحاور ويا ناس تناقش وهي ما عندها اي عرف. ليه يحيد عمره بيناقش لازم يحط اسمه وعلمه وخبره وكان راعي. السلام عليكم. صلاح حرام، وين البخشيش؟ طار طار البخشيش. متوية تعالي 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 تعالي. ايوه مرحبا يا مرحبا. حبا يا مرحبا. ايه هالمتو صلاح تباها تيك؟ لا لا وي ما تباها؟ تعال تعال خليها تيك. تباها؟ طيب حليله شوف ما تقول شيء. انا صالحني على خشمها هني من قالها. حطي يديك خلبت الكب على يديك. لا تتروع يا الخواف يا الدروك. شو ايش قايل؟ صلاح زي قيته. لا حرام لا تقولها باقل. هذا اخر عاد نقاش برد عليه بالنسبه للي عن المرقوق. وحده والله تفلسفت. انزين ابوي الناس احرار يحطون باسيل لا يحطون بامي على هو لا دمه اللي عيبه بياكله واللي عيبه بيحطه في طبخه. انت ما بلازم تتشرط على العرب. انزين لا تسمينا مرقوق. المرقوق بيليان وقرع غيره ما شيء. واصل المرقوق على اللحم نادر اللي يسويه على الدياي. واللي يسويه على الدياي هذا عاد اللي مره اللي لا يايد ولا يعلم عباره. ما حد يسوي المرقوق لا على سمك ولا على دياي. اصل المرقوق لازم على لحم وبيليان وقرع غيره نيست. واللي يبي يتفلسف وبيطرش لي كلام انه يوم ويوم 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 بيخليه عروق راسي تتشطن بسوي له بلوك. انا لا تقول ما قلت لك. ها وين سايرين؟ وين؟ تاخذون حليب؟ انت يلا برايكم سيروا يلا. مغارب انزين يلا على هواك. بغيت تتي حياك الله، ما بغيت تتي الله يحفظك. حفيظ حفيظ سوي سمان جاهز. انا الحين اجلس برايت قهوه. سمان مال بوبر. زين يلا خمسة دقيقة نجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين بنشرح لكم ابوي طريقة عصيدة البوبر. طريقة عصيدة البوبر بالدبس. هذا الجدر خالي وهذا البوبر. هاي الطريقة. البوبر منين؟ منين بوبر صريح. يلا عقه. الجدر خالي. بوبر صريح ميلف وزاهب مرة. زين. تاخذ المنين هاي تاخذهن أربع تمنن. يوم السوق أربعة، الأربعة تصفالك على منين صافي. يلا ونحط ويتمرق ويتمرق بالترين ماء. لترين صب عادة لترين ماء بس غير ما شيء. على ما تشوفون من يتمرق يتقرطس يتقرطس وينكمر ما يتنسخ ابدا كمار. شوف الحين على ما تشوفون يتسكر عليه ولازم ما يتنسخ يتخلى الضوء وسط عليه لمدة 45 دقيقة بالضبط. في الموضوع انه ما يتنسخ لا تقولوا ما قلنا لكم ضروري انه ما يتنسخ.
45 دقيقة بالضبط. الحين ما نريكم شيء ثاني. والله المرحلة مرحلة الجدر هذا فيه لترين صح؟ انزين اني جاي. هذا ابوي تشيلتين خبيص، تشيلتين من هالقوطي ها. شكر. تشيلتين شكر. وتشيلتين دبس. قياس الشو هذا المقاييس اللي بعطيكم اياها مال 6 قواطي طحين. القياس هذا ابوي مال 6 قواطي طحين. تحرك عاد انت. واي المنهتة. 6 قواطي طحين. القياس هذا مال 6 قواطي طحين. طحين ابو ياسن 6 لتر ماء. لترين في الجدر الحين على ما شفتوا، و4 لتر يتمرق بهن السكر والدبس. كل منكم عرف الطريقه. هب خلاف تسالني شو اول شو عقب هذا الجدر. هذا فيه بس لترين ماء والبوبر منين. والجدر هذا مرق بتشيلتين سكر وتشيلتين دبس و4 لتر ماء. المجموع الماء 6 لتر. ورين عليهن الضوء. هذا اخوه. تقول ما قلنا لكم. يلا يازم يتجالب لين يتجانس يتسكر عنه، يعني ما يازم يطبخ وايد عسب ما يمرر. واللي يسأل عن الدهنة والقناد والزعفران هاي كل هالأشياء في آخر لحظة ينحط عقب ما يمزج الطحين. برويكم أنا كل شيء على أساس إني بسير الجوازات. أي جوازات أسير أنا ودر المطابخ يا سات الحوي. مالي خاطر في الظهر شو أسوي؟ وين أسير عامي؟ شغل اليوم يتسوى باكر، ما بلازم يتسوى اليوم. على فكره الحين يقولوا كل يوم بتصير جواز. ابوي انا وكيل عن اخوتي وخواتي كلهم، عندي وكاله انا اللي اخلص لهم معاملاتهم. معاملاتهم حريم يصير هني يعني يركضون جوازات. يوم ما عندي شغله تراني يسير، ويوم شيء مشغول ترى عندهم مناديب وحد يصير يسد عني انا. اهم ما في الموضوع المقادير. انا ما بجلس اكتب، الكل منكن والجميع اللي تبي تكتب روحه تقبض ابوي ورقه وقلم وتكتب. برمس ودي وديتين. قادير قياس انتم على هواكم، اللي بيسوي قوطي اللي بيسوي 10 اللي بيسوي 40. قياسي انا مال 3 حرارات كبار، يعني مال 6 قواطي طحين. انا مبوني ابوي ما يعيبني الجليل، ما اسوي الا تكويل واسوي شيء طول من استويت. هاي طبيعتي. المراد بنعيد لكم مقادير. 6 قواطي طحين رقم 1، تشيلتين دبس، تشيلتين سكر، منين بوبر صريح، منين منين اصلهن 4 تمنن. المنين اصلهن 4 تمنن من السوق يوم بيلف وما فضل عنه دبل تصير وتيلف البوبر ويطيح اللي يلاف وما يلاف وما فضل عنه. من المنين من الاربع تمنن تصفارك على منين. هذي انا ابوي في المطبخ عند ابوي حفيد. يلا 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 شوفوها. وحتى يسوي ماء زيد على مال اولي مره ترى. هاتي ها شوفها ما تخمطها يا كربع. دقيقه واحده حبي يضربون عاده بلي مروق. الحين المروق اللي فوق هاك بعد مكانه الحين، بس لين يمرسون البوبر مره ها يغدي شرات المخ. الحين اشوفي هذا الجدر ما في الا البوبر روحه يتمرق ابوي من الجدر الاولي اللي هو مروقه القبلاني النص 50% بس. وجه ويرد عادها يضربون مره ثانيه من يدي يدي على هالمنوال. المكونات الحين بس دبس وسكر وبوبر، بعد ما في لا دهنه ولا همك الله ولا هم يحزنون. ليش ما نحط الكميه كلها دبس؟ شو السبب؟ لان تغدي سودة بلاكيه، سودة صخامه تغدي.
لكن الواد ما ترغب فيها وايد سوداء، لذلك يخلون 50% دبس و 50% شكر. الحين ذاهب، الحين عادي نحط الطحين. يلا يلا غايتي يلا. كل مشاكي هذا الطحين 6 قواطي رقم 1، وهذا البوبر وهذا المروق الباجي، لازم يتم شيء سبير فوق على هالطريقه. يلا يلا تحرك انت تحرك. لا شوف الحين غيرنا من المضرابه لين هاي بشراخه العوده، هذه شرات القبتي شرخوبها مال المطاعم، لان وشي يكون على ولمل وحده، ما بيمين ويسار، لا على ولمل وحده الليلاد، على ولمه وحده، ما بكذا ولمه، ولمه وحده. يزايدون الطحين، ها يشلون ويزايدون. تنسوا لا شيء، لا زعفران ولا قناد ولا مورد ولا اي شيء لين اخر لحظه، ولا الدهنه، الدهنه ما تنحط الا اخر شيء. شيء وقت الضراب، وقت الضراب هذا شو حينه الضراب هذا، هذا يكون العين تكون غليظه تغلظ، كل ما غلظت يكون اخير، وخلاف عاده خلاف تزيدها من المروق، خلاف من المروق هذا اللي فوق خلاف تزيدها منه. شو السبب؟ لان الحين كل ما زدت تطحين ان يلدت غدت اخير. ان زايديت تو شيء وازمه رخوه تفلفص، يعني ينخرط المسباح. فهمي ولا انا فهمي؟ تاكل شويه مروق، ها ما ينصب مروق كله، شويه اضرب عادي يلد حفيظ. لين تصير ها شو علم ما تشوفون شغلة طويلة عريضة، لين تفارج ابوي العصيد من قاعة الجدر، لازم تتقلقل فوق، ما تنشب في الجدر، لا لازم تتقلقل. ويردون يزايدون الكمية مرة ثانية، وعلى هالمنوال لين تخلص كمية الطحين هذه كلها 6 القواطي. الانسان عاد راعي، راعي الخدمه عينه ميزانه، عينه ميزانه يعرف كل شيء. شغله متعبه يعني، ما بالله كيو عطى بيزه ولا خذوه غلو، لا شغله يبالها حد ابوي عصمن لي. ها لين تغدي ابدا شرات اللبانه، عقب اهم شيء تسكير الحين بعك انت. شو حطلبت ماء فعسب شيء، اقول كل الانسان عينه ميزانه، من تطلب ما زادوها لين توجف كميه الطحين. يحطون مروق ويحطون طحين، مروق وطحين، مروق وطحين، لين توقف الكميه اللي عندك. فيازم المزايد، المزايد بين المروق وبين الطحين لين تخلص الكميه اللي انت تباها، على كل انسان على حسب القياس اللي يباه. يازم ابوي الجلاد على طرف واحد، على طرف واحد اتجاه واحد، عسب ما تغدي مفارجه، ان يلتيها طرفين، ان يلتيها طرفين، فرطت ابوي العصيد وغدت مفارجه، ما تغدي تتقاود، اللي قاودها الجلاد على طرف واحد. اخر كميه في المروق، اخر كميه في المروق، ها على ما تشوفون اخر كميه، وعلى هالحال على ما تشوف. للتحرر شيء هين، ها شو ضراب، ضراب يعني تنيلد يلاد لين تقول التوبة. رد لعب المضراب الثاني، ها مرة ثانية، هذا وقت الدهنة الحين، ها شوف نحط الدهنة الحين، ما شيء مثل ما تشوفون ما حطينا أي شيء، حطينا الدهنة. تنيلد زين ما زين بالدهنة، لازم الدهنة، ترى العصيدة ما تطيب إلا بالدهنة، لازم عتبان قاعة الجدر. أهم شيء يوم بتضرب بالمضرابة من الطرف هذا يبين قاعة الجدر، وايد ضروري هالمعلومة، ولازم ما تغدي يابسه على ما تشوفون. هذا وقت الزعفران،
شب شب الله دم عدوان الله. سحب ايها. وهذا القناط، القناط ضروري يكون نعيم انعم عن الفودر مال اليمب. شو السبب؟ لان يوم يدور تحت الضرس الناس تجز. يلا الطريقه هذه من اهم الطرق، من اهم شيء اللي يخلي العصيده الطيب هاي الطريقه. شوفوا لازم هاي ضروري المروق يصير يسطي تحت الجذر. شو السبب؟ لان الحين وقت السكار نضوي، الحين الدهنه تنحط وديتين، ينحط 75% منها الحين مره قبل السكار، وال 25% وقت الضرب الضراب. وقت الضراب متى؟ وقت الغرف، وقت الغرف. الحين اهم شيء شوف النقطه هاي تسكير الجذر اهم شيء. الحين نسكر الجذر زين ما زين، ويازم على ضوء هادي على الاقل ساعه 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 ونص. كل من ابطا في التسكير طابت، وبس يتم على ضوء هادي اهدى ما يكون، هباب تلحق الضوء، يتبند الكنديشنات وكل مصدر هو داخل المطبخ. كل الخدمه اللي شفتوها الاوليه هذيك عباره 70% اللي باجي، 30% اللي اختفت، و70 الباجي، 70 في التسكير. يعني فهمتوا اللي اقصده؟ يعني اهم نقطه حاليا لينضي الطحين، شو؟ لينضي الطحين الضوء، الضوء وين؟ ماشي ضوء، الحين بتيها الضوء. ناضي والدبس ناضي والشيره ناضي، يا غير الحين الطحين هذا ني ترى من اليونيه يربع. شو ينضي؟ السكار هذا. التسكير. التسكير هذا ساعة 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 ونص، كثر ما ابطيته كل ما ابطى التسكير كل ما طابت الهريسة. عاد ارد لها عقب صلاة العصر ان شاء الله، وبنحط لها دهينة وبتنضرب وبتنغرف. بتشوفون تغدي لكم وحدة شيء غير نمونة. عصيد ابوي بتصير ابوي حق فريجين، حرارتين، فريج التيار وحرارة حق فريج وسط، يعني هالتيار وايد. يقولون بلاك ما تهنهنون الطحين، لا نحن ما نقلع الطحين ولا نهنهن ولا نحمسه. انحمستي الطحين قدت العصيد مفارجه. يحمسونه يوم حق الخبيص، انما حق العصيد احسب تغدي شرات البان وتتمايط لازم ني 100%. انحمستوا الطحين ما تقاودت العصيده، ما تغدي تتمايط، مستحيل. لازم الطحين ني. ينضي الطحين السكار الحينة ستشير هذا اللي هو ساعة ساعة ونص ينضى الطحين، يغدي لك شرات اللبان. أنا سبوي الطحين ويا المروق، ايش رايك انت؟ ايش رايك؟ قول ارمس. ودك يا ارمس؟ بسم الله. على فكرة زدنا ترى لترين ماء، زدنا لترين ماء، يعني المجموع 8 لتر ماء. لا تقولون ما قلت لكم. شابين على البوبر لترين ماء، واربع لتر روح من غير في المروق الدبس ويا الشكر، زدناه بلترين، يعني المجموع 8 لتر. يعني المجموع حاليا مكونات العصيده 8 لتر ماء، 6 قواطي طحين رقم 1، قوطيين دبس، قوطيين شكر. الدهنه والزعفران والقناد حسب الرغبه. حد يعيبه وحد ما يعيبه، وحد يعيبه يحط البخاله، وحد يعيبه يحط الكرام. شغلي تول، انا ما احب الجليل ولا احب اسوي شغلي والله هنه، انا ابوي خدمتي اللي اعرفه اخدمه، اللي ضاري اخدمه، واحب الناس تخدمها. احب الشيء الفنان، الشيء اللي يضرب بالوصوف، اللي يوم بتقبض العصيده تنشبها واجف، ما بتيتيك نشله. هذا غدائي سلطه الكيل مع بذور الكتان، واليوم مسوي ناتا جديد، قشيد على تونه. ها ها رقم 1. عيش ابيض سيلاني شويونه عاد الحين بحط عيش، لكن المول على هذا اقول هي حتى تضرب في خمره الراس. شو شيء غير نمونه لا صار ولا استوى. السلام عليكم موضوع الفي فاي، هل الكمبارة فرق؟ اذا ما الكمبارة فرق؟ الكمبارة فرق لان الكمبارة تحتاج الى
راتب ويه مره مصطفى تسيد. يلا 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 فوق 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 يلا يلا شيل قرطاس قرطاس يلا 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 شوف بعد يا سلام هذا حين حاره يا هذا دهنة. بس بس بنت يلا اضرب حينه يلد ايوه ثبت تعرف انها زاهده كامل تتقاود يلا اضرب عاد حينه لين تطيح انت تشوفك يلا 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 السلام عليكم عليكم السلام وحيد بتروحين شارج انتي؟ انتي ليش يجي حينه؟ مشان اسيده وين بتوديها دبي ولا شارجه؟ شارجه لا اله الا الله شوتن فيها العافيه ما اقول عنكم شيء نعم هاي اللي تشوفونه كله بوها هاي اللي طالع خمس حرارات يلا يلا قرطسوا قرطسوا يلا 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 سريع 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 ثانك يو Say hello to your arbab. Thank you. مع السلامة. آخر يوم لفل الرجيم. توبة. هذا يعيبني الحرق على فكرة هذا تشوفونه. المحرق هذا يعيبني أدوخ عليه. من اليوم وساير خلاص بيبتدي الرجيم. توبة. عاد آخر يوم. كل يوم عاد آخر يوم. كل يوم آخر يوم. ما باليد حيلة. الله يعلم بي. الله أعلم. يعني شو بقولكم؟ يعني بجري نفاد يعني شيء فايدة لا حول ولا قوة خذوا مني وعد ان اليوم اخر يوم يعني رجيم اليوم اليوم خلاص من اليوم اخر يوم اللي ما برجيم يعني من باكر ببتدي ايش بسوي؟ ما رم تقاوم وما زالت المعاناة مستمرة وما زالت المعاناة مستمرة وكلنا خدامك يا البرمة خدامك يا البرمة الرجال منا والحرمة كلنا خدامك يا البرمة الرجال منا والحرمه على ما تشوفون هذا اللي يقول انا وانا محرق محرق ترقت كشيش كنها شوفوا لازم من يبرد غدا اصفر محار تو مزلول ها تو زالين هاللحظه زالين هاللحظه هذا لونه جولد ذهب ذهب من يبرد غدا ياكم الله قواكم الله يلا صب اخر صب يا سلام يا سلام يا سلام ام الحنايا دواركا لوك ات مي يو ار هابي ثانك يو
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير، كيف حالكم وشمسيتم؟ اليوم عاد ولا بظهر من زمن الا 11 وشيء، بعد اظهر 11 وفوق، شو السبب؟ هذا ادب واخساس لاجل ابوي العصيد هيك اللي لايم انت مساء الغيبان، على اساس اني ببتدي الرجيم عقب مطعم البارحه. كان انا مال رجيم؟ لا والله مبوني مال رجيم ومستمر، لا يا غير ما ادري شو يعني، خرته هالكم يوم، لكن الله غفور رحيم. فاقول لكم اليوم شيء خروفه على فكره، اعتقد خروفه هي شيء اليوم خروفه بيوحيلي، حتى لو تاخر مصايب الليل ما عندي مشكله، واللي منكم ما بيسمع الخروفه اليوم بيسمع حباشر ان شاء الله، ليش لا يعني، ما بلازم ما بعذر الحين واحد يتريى لنا صايب الليل. هي اليوم اعتقد ما بخروفه، هي وصف وقصه الوصف، يعني اعتقد كذي ما في المحاضر مثل الجم منصور لين عينه، يعني شفت اللي يقولك ينغش ينغش الجم، أمة لا إله إلا الله. أقول لك أنت مشترك جديد ويانا له من زمان، يلا شد حيلك شد حيلك، هالشواش لازم يخفن، يلا. What are we going to do today? The chest and back exercise. Thank you captain. قصيدتي شو بها اليوم؟ ما يبالها غير أسبوعين. تاني اقول حق المشاهدين وانا جاي قبل حتى لين ساعتين ثلاث، وانا جاي اقول حق المتابعين يعني على الاقل يبالي اربع ساعات جري نص العصيد اللي كانت تم، ما بت يومين يومين يعني ابدا. ندخل وياك كابتن ما عليه، روح روح ما شاء الله عليك، روح روح شديد انت. يعني الله يحفظك، روح ابو مايد روح روح، يا رك الله يا رك الله العود. ما شاء الله عليك روح، يعني كدني مكدث البلاء، الله اكبر عليه، الله لا ولاك على مسلم، ها والله ولا فهم منه هو. غرب الله. انزين خلصنا عاد الحين من التمرين وخلصنا من الجري، بارك الله فيكم. انزين ظهر ابوي اليوم هاكل صحين، ظهر صحين العصيد بطواله، ظهر بطواله، ظهر علي اغلى عن بيع السوق، اسمي ظهر اغلى عن بيع السوق، صبر جميل بالله المستعان. لا ويقول لك من سلبيات الاكل الحلاوه، اليوم اللي تاكل حلاوه يزيك خمول وعيازه تضرب، اي واليوم اللي تاكل شيء فيه حلا يعني تغدي هيز هيز مات، يعني ما تروم حتى تحترج. بكم بعد غير عن تأنيب الضمير والاحباط اللي يجيك، شو يا بوك كانك مرتكب جريمه. ووعد ان شاء الله ان بنباكر بلتزم، اذا الله جعلنا من الحيين، اذا الله جعلنا من الحيين التزم ان شاء الله بكم. واسف للي منيته اليوم بالعصيد وليته، ما بدت ابوي العصيد، ان شاء الله باكر اخوي خلف واختي بدريه ان شاء الله باكر بيوصلكم جسم، باكر ان شاء الله على الريوق بتيكم ابوي العصيد قبل الساعه 9 الا ربع بتكون واصله عندكم، اول الله كان الله راد. اعتقد اليوم بنعد مثل او وصف يتواصفوه به وياه سببه او قصته، يعني اذا الله راد. مساكم خير ونور وسرور، جيت من نادي ميت مليون، وعيت البشكارات تسوي لي شويه شيء هالكثير شيء خفيف، تعشيت حمبرات مسكمات، اتم نظمي من نادي يكون يعان، اخلي ام محمد تسوي لي شيء، غير ام محمد الله يحفظها ما في البلاد. عاد بعد عليكم خروف، على فكره اليوم قصتنا قصه حقيقيه مش خروفه، سالفه صدقيه، هاي السالفه من سوالف هل الخان، قصه مستوي في الخان من سنين يا رجال، يعني الله يحفظكم في الخان عند بنيه وحده راس مدى بنيه ومربنها هايك التربيه الفنانه لين قدت حرمه ميوز، اي الله يحفظكم شافها واحد من الشباب، يعني واحد كديد ما شاء الله عليه ويشتغل وشاف ابن بلادهم عاده، شافها وعيب بها، وهي بعد ما في الذميم ولد مزيون بعد اشتحنت فيه وعيبت فيه واستوى الاعجاب متبادل، طولت قصه الحب اللي بينهم، الرجال ميت فيه البنية والبنية تباه، المراد حب عذري نظيف رقم واحد، ما شيء شرات لا شيء لقاءات على انفراد ولا شيء شرق وغرب، من بعيد لبعيد يتشاوفون، هي تباه وهو يباها، يتريون على التسخير من الله. الوليد هذا يعني الله يحفظكم بلاده اسمها عجيب، وعجيب هذه بين الخان والليه قريه صغيرونه،
اسمها عجيب. الحين خلفوها اسمها شو عاد ما ادري انا، ما من سنين عندي بالخانه اكثر من 35 سنه انا ما طحت. خلفوها اسم عجيب ما ادري شو سموه حاليا. وفي شرع الخان في السنين الاوليه، هالكلام قبل مئات السنين، في شرعهم قانونهم يعني برستيجهم وسندهم وبندهم علمهم ذاهب هل الخان انه لبو هو اللي يوز بنته، يختار حق بنت الريال المناسب، ما يتريون حد يخطب البنت. لبو من يشوف بنته قد تميوز تنقى لها خيار الريايل ويوزه اياها، ما يتريى حد يخطبها. لا في الوقت الاولي مثل ما قلت لكم هاي الرمز من بأميات السنين. يا غير انا حاليا ما ادري هل ان المذهب هذا ما زال، العلم عند الله. بشيركم من يتنقر لابو الريل حق بنته ما يشاورها لا بعدل ولا بمايل، على طول ما توعى الا بويه نقع الصايح، ما توعى بعمرها الا بدن حم ومات. يا هادو هاي البنيه وحن بني ابوسك اياها يومين ثلاث استوى العرث صلى الله وبارك. وحتى لو ما طاعت البنت بالريل هذا اللي ابوها مختارنه، مره مالها خيار، قصب زور لو يتدخل من اللي يتدخل، تاخذينه. سلك منو؟ سلك هالخان في السنين الأولية، ما بالحينه هباكر حد يقول لي كيف تقول هالنمونه؟ قلت عاد هنا. امراد انا ابوي ما بطول عليكم القصه، نشب ويا الولد هذا اللي مشتحن في البنيه وخبر هله واشتله وهو وعمومته وياه يخطبونها. ومن بلاد الوليد هذا اللي هي اسمها عجيب لين الخان حتى نص ساعه ما يستوي، يعني اقل عن نص ساعه بعد. وقرب بهم الريال ومرحبا بكم وسهلا، والمدخن والدله والعلم والخبر، خطبوا عاد خطبوا. تعذرهم اللبو قال ابوي انا ما عندي بنت للعرس، بنيتي صغيرونه ولا بقي يوز. ابوي بنيتي انا صغيرونه ولا عندي بنت للعرس، وحتى لو ابوي بنيتي عوده انا ما بيوزها ناس اجانب، نحن بنتنا في بلادنا، بنتي بيوزها ولد عمها، وانتم ابوي ناسن غرب بلادكم عجيب، دوروكم بنيه من عجيب. ابوي الوليد زعلان وقال حق ابوه وعمومته يلا عجيب ولا عنهم خاطي، اعطاهم الجاف وتوكلوا. الرمس كلها طاحت في ذنين البنيه. يوم صار الريال حق بنيته ولانها تصيح يا عين هلي ويا عين هاتي، قالها يا بنتي ترى ابوي هالريال ما ينفعك، الريال ها انا اشوف شيء انت ما تشوفينه، الريال هذا ابوي ما يصلح لك بالكوفه. لبني ابوي بتموت في الريال ها بتتشرق باسمه. بخبركم عاد هو يقول لك زين عليه ما بعلى حد، يقول لك طويل شنق بن عنق، يوم بتطالعتي وانت لابس سفره وعقال طاح عقالك مصير يومين من طوله واحد نخرين. وعجيب يقول لك انضربها الوصوف، ليش اسمها عجيب؟ اسمها عجيب كل ما فيها عجيب، زين اللي عندهم ما بعند حد. راد ابوي الوليد ابوي منطرق حتى ما قال شكرا، ما قالهم فداعت الله ولا قالهم اكرمكم الله، اعطاهم قفاه وصار جدا عجيب. وبنت العم تاخذ ابوي ولد عمها، مالك هذا شيء لا بد ولا عذر منه، نحن ما بنكسر القاعده من غادي شادين نيوزك واحد من عجيب. يا غير البنت ابوي حطت في خاطرها وكاد 100% كان شيريل فهذا هو هلال وانت هلال ما غيرك هلال، ولا قالت حق اللبو لا كلمة نعوية ولا مستظلة، صخت صخة اختلت ختلت وحده. خطف الوقت وخطف الدهر وخطف الزمان، والبنية في بيت اهلها في بيت ابوها تتريى ان يعاود راعي عجيب. كان ابوي الولد صاير خاطر مكسور دموعه هربع اربع، يا عين هلي ويا عين هاتي، ان راقه الضحى ضحى شيبان رايق. وهالعجيب ابوي اعزاز نفس ما يرضون على عمارهم الكلمه القاصره، انكم سايرين شالين قدم ويتعذركم اللبو. والبني ابوي على امل، البنيه على امل انه يعاود يخطب مره ثانيه واللبو يغير رايه، ان اللبو يغير رايه هذا في خاطرها. عقب كم من يوم ولن جاي ريال يخطب من نفس بلاد من بني عمهم، من بني عمه بلزم غير من نفس الطائفه من هل الخان. ونشب ويه اللبو وقرب براعي الخان، قرب راعي الخان من عقب ما تعذر ابوي راعي عجيب.
ولا شور ولا مشاور، يابوا المليج وملتوا لبنيه ويوزوها، وهي بوي خذت الريال جسد، خذت الريال يسدها عنده، لكن قلبها بوي عند راعي عجيب، ينبها ويسدها ويتته عند راعي الخان، لكن القلب عند راعي عجيب. نعم الغلب طوع، الغلب طوع، ما ترم ترد ابوها ولا تكسر كلامه، وافقت تبى ما تبى، مجبوره تبى ولا ما تبى. وما شي ابوي هيك يومين ثلاثه استوت العياله والعلم والخبر والرزيف، يعني وزفوه المعرس على العروس ودخل، لكن ابوي القلب ابوي عند راعي عجيب، ما حد نبهه ولا حد قال له وهي ما قالت له، يعني خلته على سده، شو بتسوي تكسر كلام ابوها؟ ما يستوي. وخطف الزمان ويا الزمان، وخطف الزمان ويا الزمان، اليث واليم ابوي عند راعي الخان ولا القلب ابوي عند راعي عجيب. حين الريل راعي الخان ما يدري ان حرمته ابوي قلبها عند راعي عجيب، ما يعلم الغيب ولا عنده خبر، ما يدري منو بيقول له، ما حد يسر يخبره، منو يسر يقول حق ريال حرمك ترى متولع بحد غيرك من قبل ما تاخذك انت، ما حد يسر. وهي ابوي بتموت تتشرق باسمه راعي عجيب، من ابوي يظهر الريل عنها، راعي الخان من يظهر من البيت. عدلت بيت ابوي وزينت وطبخت وعلم وخبر وزي، صارت ابوي عند ويه الباب تعد القصيد وتنوح، تعد القصيد ولا تبالي منو لي خطف عدالها، كان ذكر ولا انثى، هي مال البنيه، المخ ابوي عند راعي عجيب. تعد القصيد وتعد ابوي السيع وتعد الونه، يعني وتتويد على محب لها اللي في عجيب، عاد تغني وتقول يا طير كانك عاني، سلم لي على الحبيب، سلم عليه وخصه والتاليين يغيب، واختص في البلداني دارا تسمى عجيب، شاعت الاغنيه وداعت والعالم والبنيات والايران، لازم يغنونها، لازم وازم بيتها القصيد، كلها البيوت تغني وكلها تعد، وازم حتى في الرزيف يطرونه في كل مكان، وهي ما تدري لانه يعني القصيد تمت، هي شرات الهايم عند ويه الباب تعد القصيده يوميا، تعدها البيت يوميا، تطه العرب وازمه المفارخ واليهال والكبار والصغار كل يرددها البيت، ترى البنيه ما بنت خرانيه ويا حد، روحها معتزله مثل الاكتئاب جاينها، القلب ابوي عند راعي عجيب، ما تدري ان العرب كلها حفظت البيت، لان طول فتره يلسته ويا الريل هذا راعي الخان عايش ويا يسد، شرات المسبهة يعني ما عندها حاسية شو تقول. عشان ابوي امهات بريجع وبلغن الريل، قال لابوي ترى حرمك ابوي، هنمونه سالفته، هنمونه هنمونه، قلبها ابوي ما بوياك انت، قلب ابوي عند ريال الاول حاب بنها وحابتنه، ويوزوها ابوي، ابوها يوزها يوزك اياها قصب زور، ولا قلبها بعد عند الريال. سوى ابدا اذن طين واذن عين، يوم ضوى البيت وعدى نهار ثاني سرح كالعادة، سرحت العادة، خدت لابوي ويلس في ردة البيت في الليوان ولا في طرف الليوان، ومن ظهر عده ردت عاد حرمته في عامله كالعادة. ابوي الريل ظهر، نشت ابوي عند الباب وازمت تعد البيت هذا اللي بلغنه ما تبريجع الريل هذا يا طير كانك عاني. الريل ابوي سرح وين ما سرح، يوم رد ابوي قال حق حرمته زهبي سامانك ولمك شيرك، تراني انا بسافر بلان بعيده، وانا ما بروم اخليك انت بنت وحيده حين في البيت، لكن ابوي انا بردك عند ابوك وبرد ان شاء الله باخذك من ارد من السفر. هي فقيره على وجهها، يا صاد تصدق لقطتك شيرها، توكلوا على الله ساروا عند الابو. وصلوا ابوي عند ابوها بيت اهلها ودقوا الباب وقرب بهم الابو، و الريل ما طاع ييلس، قال حق الابو انا ابوي ما بياي انك استضيف عندك ولا تضيفني، انا جاي ابوي اسلمك الامانه، ابوي جاي اسلمك الامانه، هاي بنيك شليت صاحي ورادنها صاحي، وهذه ابوي ورقه طلاقها وياها. البنت مستعيبه والابو اكثر مستعيب، خير شو اللي صار؟ لا هود ولا هدى، زيده طلاق.
البنت تروعت بعيدك يا شر، شو مستوي؟ شعدة ما بدأ، ما حدني زليت، لا حدني زليت ولا حدني أخطيت ولا حدني دست درب الخنا ولا حدني قصرت بك، كيف طلجني؟ وراعية الخان هذه حرمة ستير، حرمة ستير يصلى على ذايل ثوبها، ما داست درب الخنا من يوم صغيرة لين كبرت. ثار الأبو واعتزأ، قال ما تنقبل لبني لين تخبرني شو السبب. قال أنا بخبرك السبب، السبب على الله يحفظ. بنتك حين أخذتها هالكثر سنة يا غير أبوي، أنا بنتك قلبي ما يباها، أنا ما أريد أكمل باقي حياتي ويا وحدتن قلبي ما يشتهي. حاولت أنا غصب عمري، حاولت أني أروم أشاهدها، أبوي بنتك أنا ما رمت أشاهدها. الحين أبوي خذت بالمعروف وراد بها بالمعروف، أنا أبوي ما أريد أكمل حياتي باجي وياها وأنا ظالم منها. أنا أبوي لبنيك هاي نافرنها قلبي وقلبي ما يباها. من سمعت عادة راعية الخان لبنيه، من سمعت لبنيه رمسة الريل، عرفت أن الريال عرف الهست، عرفت أن عرف الهست، لكن قالت في خاطرها يحافظ عليه من الريل، ستر علي وأنا عنده وستر علي وأنا عند أبوي. هاي شهامة الرجال، الريال اللي فيه خير، الريال اللي من ظهر أبوه اللي ولد العرب القبائل، ما يشني يشني بالحرمة ولا يشني باللخت ولا يشني بالليل، حتى لاديم الغريب ما يسبه. هبل حينه تفاقدت الخان أبوي ما في الدميم، يهبط داخل الحجرة ويظهر السكتون، يحط أبوي السكتون في رأس بنته، قال ما خبرتني جتلت. هذاك الدين وهذاك اليمين، انك ما تظهر من البيت، انظهرت وانت ما خبرتني شو السالفه، لا تهور في راسه ولا في الكائنات يكون. تروع يوم شاف رده فعل عمه، زاق الريال، قال تعاهدني انك انت ما تغثها ولا تقول هالشيء خبرتك. قال لهذاك الدين وهذاك اليمين، يني ما حرج فيها ساكن ولا غث خاطرها ولا حرج شعره من يمها. مش عاده ابوي الريل، قال ابوي بخبرك، ابوي بنيك قلبها متولع بواحد ابوي ساكن في عجيب. بنيك ابوي طول هالوقت وياي ينب ويسد يا غير ابوي، القلب سعود غرب الله تسعود، القلب ابوي عند راعي عجيب، فانا ابوي ما رضت شيمتي، انا يا راعي الخان ما رضت شيمتي اني انا اشاهد وحده دبه الحياه قلبها عند غيري. بنتك بنت الحشيم وستير، ويا حافظ عليها ويا حافظ على من رباها، يا غير قلبها ما يباني. وانا جبت لك البنت مثل ما اخذتها رادنها، ما حد يعلم شو اللي صار غير الله سبحانه وتعالى. خليت اللوم علي، هذا الريل يقوله، خليت اللوم علي لاني ما اريد اشهر بنت بنيك، فلذاك ان الله يحب الستر. ما قلت انها هي اللي عايفتني، حطيت العيب في هنا وحطيت اللوم علي هنا، وقلت انا اللي كخ وانا اللي تف وهي اللي والنعم، ورديت لك اياها. هذا انا رد لك بنيك سالمه غانمه بكرامته بحشمته، وطالب من الله ثمك انك تجوزها اللي تباه. وعق سلاحه العم ونش عاد وياه نسيبه، وقال لي يحافظ عليك ويحافظ على من رباك ويحافظ على بطن تلبط فيه. اسميك ريال، اسميك ريال شهم وجليل لشراتك انت، انك راد لبنيه وهي بكرامتها وانت تعرف انها ما تباك، وشغلك اللي سويته هذه انت ما حد يسويها. ولاش عاد مثل متلو عينه متغرغره اللبو من الصياح، يعني هلو يعني اللبو حينه متلوم، متلوم بشهامة الرجل هذا، هذا رجل بوي ما شي شراته، ما بالحينه، ما بالحينه ريال هالزمان العشرة ما يمزرون محارة. واي شو بقول لك، خلوني ساكن. وصله عند الباب وقال لنا احنا اليوم دم ولحم، ويوم بتي مرحبا بك، قيض وثلجت ليل ولا نهار، لا تعدنا غرب. ويقول عاد المثل، كل شيء بالسيف الا الهوى بالكيف، الهوى بس بالكيف، بدون الكيف ما يستوي هوى. وقبل الختام عاد الحين اخبركم ان باكر ترمد عين عرس، عرس منوي على الله يحفظكم، عرس فيصل ولد مطر بن قرون المهيري، والعرس طالت عماركم بيكون في البطين، في ميلس البطين، العرس بيكون في ميلس البطين، وشي عشاء في بيت أهل العروس.
فاستقبال الرجال بيكون في الرسمي يعني في ميلس البطين، لكن بيت العروس في بيت أحمد بن سيف بن صقر المحيربي مسوين اللي ما حد سواه، الزيلي في الدنيا كله جايبينه طماشة قرقعة في فريج المحاربة، مسوين زي فنان وربشة وقرقعة وعندك هدونك يلا، والمحاربة عادة قطوف هرند بمصير، والمحارب أبوي عيبهم الطرب عند العرب ويعيبهم الزين ويعيبهم أبوي النواتب وتعيبهم الأمور الفنانة، وهم كبرهم فنانين، وعاد بس عليكم الحذربان وتصبحون على خير، ونرمس وياكم بكرة إذا الله جعلنا من الحيين. يلا بداك الله.